الحكومة التونسية تتخذ قرارات لتعزيز أمن البلاد بعد الهجوم الذي نفذ الأربعاء في العاصمة تونس أمام متحف الباردو وخلف 23 قتيلا من بينهم 20 سائحا أجنبيا وثلاثة تونسيين أحدهم ضابط أمن بالإضافة إلى 50 جارحا من ضمن القتلى الأجانب فرنسيون وإيطاليون وإسبان وبريطانيون وإيطاليون. ومن بين التدابير المتخذة نشر قوات الجيش في مدن البلاد بالتزامن مع تعزيز الحماية الأمنية للمؤسسات الاستراتيجية على غرار مقابر الإذاعة. هجوم الأربعاء تم تبنيه عبر تسجيل صوتي من طرف التنظيم المسمى الدولة الإسلامية. السيرة عملها لنا مؤشرات طيبة نقولها بكل صراحة، وقعت اعتقالات بكل صراحة، لكن الجزئيات إن شاء الله معناها في كي تتم العملية ويبدا عنا معناها نتائج نهائية معناها مستعدين باش نعطيكم كل التفاصيل. أيمن مرجان الضابط التونسي البالغ من العمر 33 عاما الذي قتل خلال الاشتباكات مع منفذي الهجوم على المتحف والسياح تم دفنه الخميس في مقبرة فوشانة في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس بحضور وزير الداخلية محمد الناجم الغرسلي.